حملت عناوين كثيرة، أبرزها إعادة الهيبة إلى البرازيل ومحو ذكريات مونديال 2014 السيئة. الجماهير البرازيلية الحاضرة بملعب خيرمان بيكر بتيموكو أبدت تفاؤلا كبيرا رغم الغيابات الكثيرة في تشكيلة دونغا، تفاؤل أحبطه كريستيان كويفا بعد 3 دقائق فقط من الانطلاقة، مستغلا خطأ مشتركا بين دافيد لويز والحارس جيفرسون. فرحة كويفا بهدف التقدم لم تدم إلا دقيقة واحدة بعدما استغل نيمار عرضية ألفيس معيدا المواجهة إلى نقطة البداية. قائد ونجم السيليسون الأول لم يكتفي بالتعادل وكثف من هجماته لإضافة الثانية، فسدد من بعيد في الأولى وكاد يعطي التقدم لفريقه في الثانية. أما دفاع البيرو فلم يجد وسيلة لإيقاف النجم البرازيلي إلا بالخشونة. رقصات السامبا كانت حاضرة في مدرجات الجماهير البرازيلية التي واصلت دعم ومساندة رجال دونغا في المشهد الثاني بحثا عن هدف التقدم الذي كاد يوقع عليه نيمار بعدما أرسل كرة تكفلت العارضة بصدها. في المقابل هجمات وتسديدات فرفان لم تأتي بالجديد، أما دونغا فبقي يتفرج على تشكيلة فريقه المتواضعة آملا في حل قد يأتي من نجم السهرة الذي فعل كل شيء في هذه المواجهة وتمكن في وقت قاتل من منح كرة على طبق من ذهب لزميله دوغلاس كوستا الذي سجل هدف الفوز للبرازيل محررا الجميع، لتنتهي المواجهة بانتصار صعب للسيليسون بعد تألق واضح لمايسترو المنتخب.